نروح لموضوع آخر. يمكن الأسبوع الماضي اتكلمنا عن وفاة المهندس الكبير المهندس عبد الرحمن مخلوف، أحد كبار المعماريين المهندسين المصريين اللي كانت له بصمات في أكثر من عاصمة وأكثر من مدينة عربية. ويمكن الصور اللي احنا بنعرضها دلوقتي عرضناها من قبل لتخطيط مدينة أبو ظبي العاصمة الإماراتية للمهندس عبد الرحمن مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبو ظبي في ذلك الوقت. وكان بيعرض عليه المهندس عبد الرحمن يعني المخطط المبدئي لمدينة أبو ظبي. النهاردة حكومة أبو ظبي أطلقت اسم المهندس الراحل عبد الرحمن مخلوف على أحد شوارعها تقديرا لدوره في التخطيط العمراني للإمارة، وده بتوجيهات من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ونجله الشيخ خالد بن محمد بن زايد. والشارع عبد الرحمن مخلوف سيكون محاذيا لمبنى بلدية أبو ظبي زي ما حضراتكم شايفين اللوحة، والاحتفال بإطلاق اسم يعني المهندس الكبير عبد الرحمن مخلوف. وطبعا يعني هذا الإطلاق وهذا الاحتفال كان بحضور كبار المسؤولين وبعض أفراد عائلة المهندس الراحل. أنا معايا المهندس ماهر لمعي صديق المهندس عبد الرحمن مخلوف. مساء الخير باشمهندس ماهر. اهلا مساء الفل دكتور عمرو. اهلا بحضرتك. اعتقد حضرتك بتكلمني من ابو ظبي صحيح؟ نعم نعم. طيب لو تقول لي كده يعني لمحه عن حياه واعمال الراحل الكبير المهندس عبد الرحمن مخلوف. احب ادي فكره عن هو اساسا كان واخد دكتوراه من جامعه ميونخ سنه 1957، وكان واخدها في تخطيط المدن. وبعدين بعدها سنة 1968 كان خبير في هيئة الأمم المتحدة. نعم. وهيئة الأمم المتحدة انتدبته عشان يجي أبو ظبي يعمل تخطيط لمدينة أبو ظبي اللي هي عاصمة الإمارات حاليا. والحقيقة كان على اتصال دائم بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، وكان في مواقف كتيرة كان بيقعد معاه على الأرض في المواقع المختلفة عشان خاطر يشرح له التخطيط وبياخد موافقته على كل الحاجات دي. بعدها المغفور له الشيخ زايد عينه مدير دائرة تخطيط المدن في أبو ظبي، وفي نفس الوقت كان محاضر في جامعة الإمارات وكان بيحاضر عن الهندسة المعمارية. الكلام ده تقريبا ما بين سنة 83 و85. سنة 2010 حدث حادث جميل ومعبر جدا عن تقدير الإمارات، إن سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اختار المغفور له الدكتور عبد الرحمن مخلوف إن هو ياخد جائزة أبو ظبي. دي جائزة بتتاخد لشخص واحد كل سنة، هو أخذها سنة 2010. والحقيقة من يومين حصل توجيهات اللي الدكتور عمرو اتكلم عليها، الموضوع تدشين الشارع اللي هو موازي لدائرة البلدية اللي كان فيها مكتب المغفور له الدكتور عبد الرحمن مخلوف. الحاجة المميزة في فترة الدكتور عبد الرحمن مخلوف إن كان فيه غالبية رؤساء الأقسام في دائرة تخطيط المدن شباب مصريين من تلاميذه، وكانوا برضو مساهمين في نهضة المعمارية لإمارة أبو ظبي. وأنا كان لي شرف أنه من حوالي 6 سنوات كنت رئيس مجلس رجال الأعمال المصريين في أبو ظبي، فعملنا حفل تكريم للدكتور عبد الرحمن مخلوف، وحضروا مجموعة كبيرة من أصحاب المكاتب المعمارية اللي في أبو ظبي اللي كانوا تلاميذه. يعني كان في لبنانيين وكان في من جنسيات أخرى، وكلهم جم عشان خاطر يقدروا الشيخ الدكتور عبد الرحمن مخلوف. وكان احتفال جميل، وهو اهدانا برضو بعض الكتب اللي هو مؤلفها. وطبعا عمل كمان تخطيط لمدينه العين بعد كده بعد مدينه ابو ظبي. وشخصيه طبعا محترمه جدا ومحبوبه من كل الحكام هنا في ابو ظبي، ونقدر نقول ان هو كان صوره مشرفه لمصر، وبالتالي كل المهندسين اللي جم اشتغلوا معاه
كملوا في دائرة تخطيط المدن في أبو ظبي فترة طويلة. على الجانب الإنساني، ماذا كان يميز الدكتور عبد الرحمن مخلوف باشمهندس سمان؟ الدكتور عبد الرحمن مخلوف كان أولا، هو يمكن في حاجة ما أعرفش الكل يعرفها ولا لا، إن والده المغفور له كان المفتي في مصر، هو راجل متدين جدا، وبالتالي كان بيساعد كتير الناس اللي هي محتاجة لشغل، وكان بيحاول إن ياخد الناس يعلمهم أو يزود كفاءتهم عشان يبقى نموذج صالح في المجتمع. نعم، وطبعا يعني هو طبعا عمل مشاريع كتير، يعني هو نفذ مشاريع تصميم هو شخصيا غير تخطيط المدن، كان مهندس معماري ناجح جدا، وفي مباني كتير في ابو ظبي كان هو اللي صممها. وطبعا كانت لفته كريمه يعني من الشيخ محمد بن زايد ومن حكام الامارات انهم يطلقوا اسم المهندس عبد الرحمن مخلوف على احد الشوارع في العاصمه الاماراتيه. طبعا، واختيار المكان كمان ان هو موازي للمبنى اللي هو كان بيشتغل فيه او ابتدى يشتغل فيه في ابو ظبي وقت ما كان موجود. نعم، انا بشكرك. الجائزه دي بتدي لشخص واحد في السنه، وهو كان في السنه دي 2010. نعم، ربنا يرحمه ويجعل مقره الجنة. شكرا جزيلا لحضرتك المهندس ماهر لمعي، صديق المهندس الراحل الدكتور عبد الرحمن مخلوف، كنت معنا عبر زوم من العاصمة الإماراتية أبو ظبي.